ومعنا عبر سكايب من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. بداية، 212 حكما بالإعدام في محافظة نينوى وحدها، تحت أي بند قانوني تقام هذه المحاكمات، وما السبب في هذا العدد الكبير من الأحكام؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني مع الأسف الشديد يعني تم الإعلان عن هذا الرقم الكبير جدا لأحكام الإعدام من قبل مجلس القضاء الأعلى. يعني في الحقيقة الأحكام الصادرة في العراق دائما تعتمد على المادة الرابعة المسمى أربعة أرهاب، والتي طبعا يعني لا يوجد لها لحد الآن في القوانين العراقية أي تفسير ولا أي نص قانوني يعني محدد يحدد ما هي الجرائم التي تقع ضمن هذا البند. هذه المادة يتم استعمالها من قبل القضاء بصورة مطاطية للغاية. أحكام الأعدام تطبق حتى على الذين لم يرتكبوا أي جرم بصورة حقيقية وفعلية، بل لمجرد أنهم لهم صلات بأعضاء مثلا تنظيم الدولة، أو لهم صلات بمن ينتمون إلى منظمات إرهابية، أو حتى من أقاربهم. المعروف جدا في العراق أن القضاء مع الأسف الشديد غير نزيه وغير صادق، والأحكام القضائية يتم يعني إصدارها بكل سهولة وضمن وقت قصير جدا. المتهمون دائما جاهزون من مناطق معينة ومن محافظات معينة في العراق. العدد الكبير هذا يشير إلى تخبط الحكومة ومحاولتها افتعال يعني او يعني 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 اي امر يحدث في العراق، اي تفجير، اي اي يعني بواسطه نعم يتم استخدام اعدام لتهدئه الشارع ومن اجل كسب المزيد من اصوات في الشارع العراقي. ما تداعيات دكتوره فاطمه تداعيات هذه الاحكام الكبيره بأعداد كبيرة بالإعدام، ما تداعياتها على المجتمع العراقي عموما مستقبلا؟ نعم، مع الأسف الشديد يعني لها تداعيات خطيرة في المستقبل. يعني هذا تهديد للمصالحة الوطنية أولا التي تدعي الآن الحكومة العراقية أنها تريد أن تنفذها بعد ما يدعون يعني من قضاءهم على تنظيم الدولة وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة. يعني إصدار من هذه الأحكام ضد ناس أبرياء ومظلومين، هذا سوف يعني يؤدي إلى أن دورة العنف سوف تستمر في العراق، لأن هؤلاء الأشخاص المحكومون بالإعدام لديهم أقارب، لديهم أسر، لديهم عوائل، سوف لن يسكتوا على الظلم. بالإضافة إلى ذلك، هذا أيضا سوف يؤدي إلى استمرار وتزايد العنف، لأن الكثير سوف يشعرون أن من مكونات الشعب العراقي سوف يشعرون أنهم مطاردون، وسوف تطبق عليهم هذه الأحكام في أي وقت كان. إذن هذا أيضا سوف يؤدي إلى المزيد من العنف والمزيد من عدم الاستقرار في العراق، بل إلى يعني نشوء أجيال جديدة تعرف أن لديهم أفراد من أسرهم ومن عوائلهم وقع عليهم هذا الظلم، وبالتالي سوف يؤدي إلى مزيد من الانتقام. حتى الاعتقالات، يعني صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن هناك نحو 13,000 معتقلا بذريعة الاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة منذ عام 2017. ما دلالات هذه الاعتقالات بالجملة، ولماذا تتعمد الحكومة الحالية سياسة سابقاتها الحكومات؟ نعم، يعني الاعتقال أيضا هو
يعني تمارسه الحكومة وبصورة ممنهجة ضد جميع المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة أو التي انتفضت ضد الحكومة في سنة 2013. يعني الأعداد المعتقلين بمثل هذه الأعداد الكبيرة يشير إلى أن هناك عشوائية في الاعتقالات، ونحن نعرف جيدا أن هناك قوائم أصلا أعدت مسبقا من قبل الميليشيات ومن قبل أحزاب سياسية من أجل الانتقام من مناطق معينة. وطبعا هذه الأسماء والقوائم التي أعدت فقط كانت تشمل الاسم الأول والثاني، مما أيضا تسبب في المزيد من الاعتقالات. وطبعا هذه الاعتقالات أيضا تدل على نهج الحكومة الانتقامي من هذه المناطق التي تم تحريرها من تنظيم الدولة. نحن نعرف أن هذه المناطق أصلا يعني أصلا أناسها عانوا من الظلم والاضطهاد، فكيف يتم الآن اتهامهم وتوجيه مثل واعتقالهم وتوجيه لهم تهم الإرهاب؟ نعم، شكرا جزيلا لك من لندن عبر سكايب دكتور فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.